مشاهدينا، مما لا شك فيه اهتمام كل امرأة بجمالها وبشرتها لتحظى بإطلالة شبابية ومشرقة، ولكن التحدي الأكبر هو السباق مع الزمن، فمع تقدمنا في العمر تفقد البشرة رونقها، مما يضطر المرأة إلى اللجوء إلى تقنيات لشد البشرة بعيدا عن التدخل الجراحي. فما هي أبرز هذه التقنيات وكيف تختار السيدة ما يناسبها؟ أكيد اليوم معنا دكتور أيمن حلمي يجاوبنا على هذه الأسئلة. أهلا بك دكتور أيمن. أهلا بك، أهلا بالجميع. أهلا بالسهل. يعني طبعا احنا اليوم نعيش ثورة تكنولوجية هائلة في الطب التجميلي، بعيدا عن العمليات الجراحية، ايش هي ابرز التقنيات اللي ممكن تلجأ لها المرأة وتحظى بنتيجة خلينا نقول قريبة من عملية الجراحية لشد الوجه؟ مرضية. اقدم التقنيات اللي برزت وغطت على الجراح شوي هي حقن البوتراين توكسين او البوتوكس او الديسبورت. احدث الاشياء الان اللي قفزت قفزة كبيرة هي الخيوط. الخيوط أول كان كل الناس يعرفها بس عبارة عن خيوط، عبارة عن بس شد. مزبوط. بس عبارة عن شد، بس رفع. عبارة عن شد. نعم. اختلف النمط هذا. الآن في عيادتي ما لا يقل عن 12 نوع من الخيوط، كل خيط له وظيفة مختلفة، مكونات مختلفة، مقاسات مختلفة. أول كان كلها عبارة عن خلاص بس شد بهذا الشكل. أعطيكم أمثلة. يا ريت. أوكي، مثلا هذه أمثلة مختلفة للخيوط. أوكي، هذول لوحدهم مختلفين للأنف. هذه خاصة للأنف؟ هذا لتقويم الأنف بهذا الشكل. يعني ممكن رفع أيوة. الأنف بالخيوط؟ أيوة. أوكي، بيرتفع بخيط بهذا الشكل من فوق والخيط الثاني كمان من تحت. أوه. أوكي، هذه على سبيل المثال. طيب. الآن نجي مثلا نبغى نرفع ما تحت الدقن. أيوة. طبعا نعم. هذه يمكنها كبيرة شوية، بيكون في عندنا خيط بهذا الشكل، يبدا من هنا بيلف وبيرجع. عذاب والله. والله يا دكتور بعد ما شفتها بطلت. ايه. اوكي، ما راح اكذب عليك، المشكله لازم اعطيكم الحقائق بكاملها. طبعا اذا الحاله مختلفه ما تحس بالساعتها، الخيوط برضه مختلفه، موادها مختلفه، ديمومتها مختلفه، قوتها مختلفه، يمكن تشوفي ابيض وهو تافه، ولكن الواقع هو فعلا قوي. ما توقعت كذا. هو قوي طبعا، الان لما اشد عليه بهذا الشكل ممكن يتقوي، لكن اذا جينا للجيل الاحدث مهما أشد عليه بهذا الشكل هذا ما يتقطع، يعني لازم أشد عليه بشد قوية، واحد ما حيصير بهذا الشكل. أيه. الأحدث من هذا كله الآن إنه في خيوط هي فقط لتروية البشرة. حلو. يعني إحنا بنحطها بالتروية، يعني هي ميزتها إنها تسحب موية فتروي البشرة. يعني أوه. هذا الآن في هنا خيط خفيف مرة، يمكن حتى مع الكاميرا ما يبين زي الشعر. أيوة. أيوة. احنا بس بنحطه، بس بنزرعه تقريبا كانك بتفرشي موكيت عباره عن خيوط 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 تحت البشره. هذه مع الوقت تعطي قوه، تعطي شده للبشره، هي تحفز الكولاجين، هي تحفز الكولاجين. بس هذه تعتبر، يعني احس هذا يعتبر من الجراح اكيد، بما انها بس ما لها اي، هي يعني اجراءات تدخليه. نعم. لذلك الافضل مثل ما تفضلت ان اللي يسووها اطباء جراحه التجميل. نعم. وهذا الشيء طبعا أفضل. له اثر اقوى اذا تم، لانه العمق هذه عمق. نعم. حق جراحين تجميل. كلامك صحيح 100%. يعني دكتور ايمن احنا نبغى نسالك بخصوص الشد، بما انه الشد يعني اكثر شيء نقدر نقول اكثر استعمال واكثر طلب. نعم. شد البشرة او الوجه، نبغى نعرف اذا في شيء لا جراحي نهائيا، يعني ما في ابره، ما في بالاجهزه على سبيل المثال، هل تعطي نفس النتيجه دكتور؟ ما في شيء يقارن بالجراحة، ولكن لا. الآن كل الناس صارت تطلب التحسن مبكرا. نعم. لذلك في اختيارات، في اختيارات لا جراحية. نعم. عبارة عن كريمات، وفي خيارات عبارة عن أجهزة. تقنية الهايفو اللي هي هاي انتنسيتي فوكست التراساوند، اللي هو موجات فوق صوتية عالية التردد محددة أو مركزة. نعم. مبارة. هذه جدا ممتازة في تأخير الحاجة إلى الشد. جميل. لكن اذا الحاله مترهله مره ما ابغى لها. ما راح يبقى. احنا نعرف انه كل حاله عن حاله تختلف، ما في شك درجات الترهل تختلف. ومين صحيح. اللي يقرر؟ مو احنا نروح نقرر نقول للدكتور والله احنا يبغى لنا رفع، ولا يبغى لنا خشم، ولا يبغى لنا يعني خيوط بانف، ولا الاشياء هذه، لا الدكتور يقررها. صدقتي. فكل وجه عن وجه يختلف. ابغاك تقولي ذا النقطه، لان ذا النقطه مره مهمه. تجيك الوحده على المرايه تقول لك ترى انا محتاجه هنا، بغض النظر انه انا محتاجه بوتوكس وخايفه من الدكتور، فان شاء الله بنسويها. بس اللي اقصده انه مشكل وحده عندها وجنه تروح تزيد وترفع. صدقتي. يصير منظرها كثير بشر. صدقتي. فكيف كيف البنت تميز؟ صدقتي. هو القرار في اي اجراء تجميلي قرار مشترك بين الشخص وبين الدكتور. انا لاحظي لما قلت المريض، بين الشخص، لانه ما هو مريض. صحيح. ما هو مرض.
القرار مشترك بينهم، ولكن بشرط انه الدكتور والشخص ما يوصلوا انهم يفقدوا ملامح الاساسيه للشخص هذا. يعني اذا كان ملامحها نحيله تبقى ملامحها نحيله على اقل عمرا، على اكثر جمالا، على ابرز ملامح الجمال لهذا الشخص. حلو. ما يغير الملامح، هذا القرار المهم. مرحبا. الان التدرج في التغييرات برضو مطلوب، اذا واحده لساعها اول مره تجي لعياده جراحه التجميل بنبدا تغييرات متوسطه ثم قويه ثم قويه الى ان نوصل الى الشيء اللي تبغاه. الان اذا واحده مره خايفه ممكن نعطيها طقم كريمات. الان انت عارفين زمان كانت الكريمات عباره عن مقشر، مرطب، واقي، كريم ليل. صح. كل الناس ايش موجود على الرف الصيدلي يعطيك اياه، ايش موجود الدكتور. الشركه الجديده هذه اختلفت تقنياتها. اذا تسمحوا لي بس اخذ هذه من هنا. تفضل. بس يا دكتور انتوا دكاتره او جراحين التجميل يعني حتى انتوا تقولوا انه الكريمات كلام فاضي، الكريمات ما تسوي شيء. تطول. هي ممكن بريفنشن اعتقد. الان انا اشرح لك حاجه مختلفه. نعم. الشركه هذه فيها شويه ذكاء مختلف عشان تفصيل كل شيء لشيء. هذا المستحضر شيء اساسي لكل الناس. طيب. الان صنفت هذه الحالات لحالات اللي يعالجوا الشيخوخه، نضيفها على هنا، هذه لعلاج التصبغات، هذا علاج حب الشباب، هذا لبشره دهنيه، هذه لترطيب، هذه لتهيجات البشره. اوكي. كل عبوه من هنا فيها كبسوله. هذه نستخدمها بالبيت. ايوه هذا في البيت. أوه. الكبسوله هذه من جوتها هي الماده الفعاله. بتخلطهم. اوكي. 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 فاخلطها مع الماده اللي هي هذه، هي هذه موجوده هنا. اوكي. ايوه. فمثلا مريضه عندها جفاف. فاجي اخذ العبوه الزرقاء اللي هي هذه، هذه الكبسوله اللي هي جوا هنا. أوكي. ايوه. بنفك البودره حقتها. بس دكتور هذه يعني على فتره طويله اكيد، يعني شهرين. مره واحده. أيوة. صحيح. هذه بنخلطها هنا بس هذه لونها مختلف لانها ماده مختلفه. هذه الطريقه يعني شيء مختلف تماما. أيوة. عن الكريمات اللي نعرفها. هذا تفصيل. اولا عندهم برنامج كمبيوتر. ناخذ الصوره بالكمبيوتر، الكمبيوتر هو اللي يحلل اذا كنا محتاجين ترطيب، مشكله تصبغات، تهيجات بشره، حاب شباب. هو اللي بيقيم هذا الشيء. على كل واحده منهم منتج مختلف. مختلف. والوان مختلفه. وبعدين نضيفها هنا نخلطها، والواحده هي اللي تستخدمه. هذا عباره عن سيرم، هذا مو كريم، هذا يعني اضعاف اضعاف التركيز العادي. سيرم يعني يستخدم يعني بكميات قليله فتقعد مده، لانه رندا كانت بتظهر قبل شويه تجلس الين كم يعني كريمات. هذه العبوه تكفي شهرين اذا الواحده انتظمت عليها. العلبه الواحده؟ هذه العبوه. اي. واو. لا سيرم هذا مره مرتب. نفس الوقت وريتنا تقنيه ثانيه مختلفه عن الخيوط. كنا قبل شويه بنتكلم وتكلمنا في البدايه عن الخيوط. انا خوفتكم بالخيوط بعدين جبت لكم حاجه اقول. انا هديت العيال شويه. بس دكتور مع اختلاف كل هذه التقنيات، ايش التقنيه اللي دائما تكون انسب للسيده، والتقنيه اللي انت تنصحوا فيها كاطباء، وبرضه انت لسه جايب لنا حاجه ثانيه ما فاجاتنا فيها لسه. فكلمنا اكثر عن التقنيات المختلفه هذه. التقنيات المختلفه بعد البوتوكس يجي الفيلر او الابره التعبئه او الابره التعويضيه. طبعا هذه ما في احد له غنى عنها، لان هي بتعيد الحجم، بترفع في بعض الاحوال، بتحدد الشفايف، بتملس تجاعيد الشفايف، بتعطي حجم للدقن، بتعطي حجم لعظمة الوجنتين، بتعبي الصدغين، حتى الآن التجاعيد اللي في الجبهة إذا الشخص عندها نزول في الحواجب ما ينفع نحقن بوتوكس لأنه حيحس بتقل أكثر. لذلك بنترك ما نحقن بوتوكس هنا، بس نحقن إبر تعويضي، إبر الفيلر. طب نقدر مثلا نرفع بالخيوط بلس نحقن بوتوكس؟ يعني نقدر نسوي حاجتين مع بعض، ثلاثة حاجات. هذه الميزة. نقدر. أيوة. اللي نسميه إحنا الآن تقريبا نسميه ليكويد فيس ليفت، اللي هو الفيس ليفت من المواد المائعة أو السائلة. أوكي. اللي هو حقن البوتوكس للعضلات اللي متوترة، حقن الفيلر لتعويض الأحجام، الشد بالخيوط بالنسبة للكريمات عشان سطح البشرة، وما ننسى كمان أهمية البلازما لتنشيط الكولاجين في البشرة. لا بالنسبة للفيلرز طبعا مواد مختلفة. زي ما نشوف الآن في فيلرز خاص اللي تحت العين. بالضبط. هذا اللي يفرق. هذا اللي يفرق. مثلا الآن هناخد هذه، التركيز هنا حق المادة مرة كثيفة. اوكي. يعني دكتور قاعد تجرب الفيلر قدامنا كذا وبتطلع، واحنا عارفين ان الفيلر قديش غالي يعني. معلش بس هذه عشان كذا، هذه الوسيله اللي الانسان طيب. شوف هذا مره مائعه. صح. خفيفه. نعم. اوكي. ناخذ ماده زياده مختلفه، الماده الثالثه اقوى ولا؟ اي هذه متوسطه بينهم.
أوكي. طب ايش يفرق؟ ايش يفرق هذه عن هذه عن ذي؟ دكتور بس ارفع يدك عشان الكاميرا. فين كاي الكاميرا؟ اي تفضل. اي اوكي. ايش الفرق بينهم؟ اي تمام. اوكي. اوكي. هذه حبيبات جدا غليظه كبيره كأن نسميها مكعبات كبيره. لو ابغى اسوي الدقن استخدم مكعبات كبيره. لو ابغى اجي احقن تحت العين ابغى حاجه جدا خفيفه بهذا الشكل، يعني شوف الالم ما اسويها كذا ما تلاقي ولا شيء. لو ابغى احدد الخدوء او ابغى احدد الشفايف ابغى حاجه شويه اسمك، لذلك هذه الماده اسمك. يعني هي تختلف على حسب اختلاف استخداماتها. صحيح؟ حسب استخدامها. صحيح. طيب والبنت لازم تكون مطلعه فيها، مطلعه عليها ومطلعه ايش المواد كمان اللي مستخدمه، لانه احنا نعرف كل ماده عن ماده زي ما وضحت لنا تفرق. افتح الباقي ترى. لا لا تفتح ترى منهارين بالكنترول لا يفتح الدكتور المواد. طيب عادي هذا الدكتور دائما ننبسط لما تكون موجود فعليا، ودائما تعطينا معلومات كثير جميله، ودائما يفاجئنا باشياء مراحله، يعني زي ذا اللوحه. اللوحة هذه قصتها من 2016، يعني واحدة من مراجعاتي رسمت لي إياها عند فنان. والهدف كيف النص اليمين قبل التجميل والنص اليسار بعد التجميل، وأنه الفارق بس عبارة عن إبر. صح. لأن هي فعلا هي واحدة من مراجعاتي المواظبات فعلا على الإبر الفيلر والبوتوكس بدون خيوط. وكيف أنه دائما بتستعيد جمالها بتستعيد شبابها بس بالإبر. هذه من 2016 ما شاء الله جات اليوم مناسبتها ممتازة. دائما يقولون أو زي ما نسمع دائما يدك سحرية ما شاء الله. تسلمي. فشكرا لك، شكرا لوجودك معنا اليوم دكتور. شكرا لكم جميعا وشكرا للمشاهدين. هلا وسهلا. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين.